الساعة بتوقيت جرينتش موعد بانوراما إخبارية جديدة على شاشات النيل. أهلا بكم. أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات تنظيم الإخوان إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم تخابر بغية ارتكاب أعمال إرهابية وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساسي باستقلال البلاد. وتشمل الاتهامات مرسي العياط ومحمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان ونائبي خيرت الشاطر ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق وكذلك محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولي للإخوان. كما ضم قرار الإحالة 25 متهما آخرين من قيادات الإخوان في مصر وأعضاء بالتنظيم الدولي. وقبل أقل من شهرين شهد المصريون رئيس المعزول محمد مرسي العياط مثلا أمام القضاء يواجه تهما بالقتل والتخابر مع مجموعة من قيادات الإخوان، مشهد اصطلح على تسميته إعلاميا بمحاكمة القرن الثانية. محمد مرسي العياط أول رئيس مدني في تاريخ مصر الحديث سرعان ما أحدث الانقسام، خالف عهوده وعاند إرادة الشعب، فثار المصريون ضده وطالبوه بالرحيل عن الحكم. قرابة 365 يوما قضاها الرئيس المعزول محمد مرسي في قصر الرئاسة، وطوال هذه المدة استغل مرسي وحاشيته كل الفرص للتمكين لتنظيم الإخوان وللسيطرة على مقدرات المصريين. وقد بدا لكل عاقل حينها أن مرسي وجماعته ومكتب إرشاد الإخوان يدفع بمصر إلى الهوية وإلى مستنقع تذوب معه هويتها الثقافية والاجتماعية والدينية التي اتسمت بها أم الدنيا طوال تاريخها الممتد لآلاف السنين. وقد دفعت ممارسات المعزول والتنظيم الذي يدين له بالولاء دفعت المصريين إلى الخروج بالملايين في ثورة 30 يونيو والتي تكللت بالنجاح بدعم من القوات المسلحة وقادتها الذين اختاروا بوطنية ليست غريبة على هذه المؤسسة اختاروا الوقوف إلى جانب الإرادة الشعبية. وأمضى مرسي سنة عاصفة في السلطة تخللتها تظاهرات واحتجاجات على هيمنة تنظيمه ومن يتحالفون معه على مفاصل الدولة. وبعد عزله تم احتجازه في مكان سري في 3 يوليو 2013 ليمثل بعدها في 4 نوفمبر من العام نفسه مع 14 شخصا آخرين من قيادات تنظيم الإخوان والمتعاطفين معه أمام محكمة جنايات القاهرة بتهمة التحريض على قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر من عام 2012، وهي الأحداث التي أسفرت عن مقتل 8 أشخاص في صفوف المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على الإعلان الدستوري الذي أصدره المعزول في نوفمبر من عام 2012، فيما بدأ أنه يفتح الباب لحكم استبدادي طويل. وبعد جلسة عاصفة شهدت إجراءات أمنية مشددة وتجاوزات من مرسي ومن معه من المتهمين، أجلت جنايات القاهرة جلسات المحاكمة إلى 8 يناير المقبل لتمكين الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية. بعدها قررت السلطات إيداع المعزول سجن برج العرب في مدينة الإسكندرية، فيما نقل باقي المتهمين إلى سجن تورا بالقاهرة. وقد رفعت هذه الجلسة مرتين بسبب رفض مرسي ارتداء الزي المخصص للمحبوسين احتياطيا، والأخرى بسبب هتافات المتهمين. وبالعودة إلى الوراء نجد أن مرسي أفاض في وعوده إثر فوزه في انتخابات الرئاسة في يونيو عام 2012، حيث أكد أنه سيكون رئيسا لكل المصريين وسيحترم القيم الديمقراطية التي دعت إليها ثورة 25 يناير، وهو ما لم يتحقق على الإطلاق. فظل الرجل وفيا لمبادئ تنظيم إقصائي لا يعترف بفكرة الدولة أو الوطن. ومنذ بداية فترة حكم مرسي شهدت مصر انقساما واحتقانا سياسيا لم تتعرض له من قبل، ودخل المعزول خلال هذا العام في صراعات مع كل مؤسسات الدولة، فحاول مع أهله وعشيرته السيطرة على مؤسسة القضاء والدخول في صراع مع الجيش والأزهر والكنيسة، واستمرت انتهاكات الإعلام في عهده. وما بين البداية والنهاية لا يوجد اختلاف يذكر في مسيرة الرئيس المعزول محمد مرسي، فهذا الرئيس
الذي أنكر على المصريين حقهم في الاختيار أو التفكير ومارس العناد هو وتنظيمه حتى النهاية، لم يكن في حسبانه أن يأتي اليوم الذي يرى فيه نفسه خارج اللعبة، لأنه ارتهن إلى ولاءات داخلية وخارجية ليست على أساس وطني أو حتى أخلاقي. أما ما يخص التجربة فهناك درس يجب أن يعيه كل رئيس عاقل، أنه لا مأمن من الشعوب إذا انتفضت، وأنه إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ علي حسن، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ علي، ماذا عن إحالة الرئيس المعزول إلى محكمة الجنايات؟ كيف تنظر إليه؟ طبعا أنظر إليه إلى هذه القضية، هي قضية تكاد تكون من أكبر قضايا التخابر في تاريخ مصر قاطبة، حيث هذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها رئيس مصري بالتخابر هو وكافة العناصر التي كانت تشارك معه في الحكم، من المنتمين إلى تنظيم وجماعة الإخوان المسلمين. 36 شخصا تم إحالتهم لمحكمة الجنايات اليوم لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، لارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. هل تلك التهم المحال إليها بخلاف التهم المرتبطة بتخابر مع حماس بين ثورة 25 يناير وفتح السجون في جمعة الغضب، يعني هل من منطلق خطورة هذه التهم يتوقع أن تغلظ العقوبات لتصل إلى أقصاها في التعامل مع رئيس المعزول؟ بالفعل المتهمين في القضية جميعا النيابة العامة طالبت بتطبيق مواد القانون التي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة وإلى السجن المشدد في ضوء الاتهامات الخطيرة المنسوبة إلى هؤلاء المتهمين. نعم أستاذ علي، ماذا عن إحالة مساعدي رئيس المعزول بتهم التخابر؟ هل كانت عمليات التخابر بعد تولي الرئاسة أم قبلها؟ حقيقة الأمر أن عملية التخابر بدأت منذ عام 2005، ولكنها استكملت حلقاتها إبان ثورة يناير، لكن العلاقات بين تنظيم الإخوان والمتهمين في هذه القضية مع الجهات التي كانوا يتخابرون إليها كانت قد بدأت منذ عام 2005، لكن في عام 2001 انطلقت هذه الأمور وتمت عمليات الاعتداء الأسلحة النارية عقب الثورة على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة في مصر بهدف نشر الفوضى في البلاد والإضرار بالأمن القومي المصري ورصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية. أيضا التحقيقات كشفت عن أن من كانوا يعملون بمكتب مرسي حينما كان رئيسا للبلاد هم عصام الحداد واحمد عبد العاطي ورفاعة الطهطاوي واسعد الشيحه ومحيي حامد، قاموا بافشاء العديد من التقارير السريه المخصصه للعرض على رئيس الجمهوريه بتسريبها الى قيادات التنظيم الدولي بالخارج وقيادات الحرس الثوري الايراني وحركه حماس وحزب الله اللبناني في صوره مكافاه على تنفيذ تلك العمليات الارهابيه وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعه الاخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطه. شكرا جزيلا لك الأستاذ علي حسن، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. يبدأ الرئيس عدلي منصور غدا أولى فعاليات الحوار المجتمعي بشأن خريطة المستقبل، وذلك بعقد عدة لقاءات مع مجموعات من ممثلي القوى الوطنية والقطاعات المختلفة للمجتمع المصري. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي بأن هذا اللقاء يأتي في مستهل سلسلة من اللقاءات التي يعقدها الرئيس منصور للتعرف على آراء كافة القوى الوطنية من شباب من التيارات السياسية والحزبية المختلفة ومثقفين ومهنيين وممثلين لمؤسسات الدولة وعمال وفلاحين على مستوى المحافظات المصرية، وذلك بهدف تحقيق الإرادة الشعبية وتجسيد نتائج ثورتي 25 يناير و30 من يونيو.
دعا رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي المواطنين إلى النزول بكثافة إلى الاستفتاء على مشروع الدستور يومي 14 و15 من يناير القادم، مؤكدا أن القوات المسلحة والشرطة تؤمن تماما جميع المقار الانتخابية. وقال الببلاوي في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء إن الحكومة متنبهة إلى أن هناك محاولات شغب وإرهاب سوف تحدث بهدف إرباك عمليات الاستفتاء، لكنها مستعدة لمواجهتها. نحن في غاية اليقظة والاستعداد، والمواطن المصري لازم ينزل وهو مطمئن تماما وأن يقوم بواجبه، لأن الدفاع الأول عن حفظ الأمن هو نزول المواطنين بكثافة، هذا هو الرادع الأساسي لهذا الأمر. من جانبه أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن هناك خطط أمنية موضوعة بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 من يناير، داعيا المواطنين إلى النزول بكثافة لإجهاض أي مخططات للإخوان. وكشف الوزير نقابة عن وجود بعض النسخ المحرفة من الدستور، حيث جرى ضبط بعضها بمدينة 6 أكتوبر أثناء قيام أحد العناصر الإخوانية بتوزيعها. بأحذر الشعب انه ياخد باله ان في بعض النسخ من الدستور تم تحريفها لاستخدامها من اجل الاضرار بالدستور اللي تم اعداده، وبالفعل احنا ضبطنا بعض النسخ في مدينة 6 اكتوبر، كان احد العناصر الإخوانية بيوزعوه على المواطنين واتظبط عدد من تلك النسخ. وإحنا يمكن النهاردة اتخذنا قرار في مجلس الوزراء إن وزارة الشباب هتتولى طبع 2 مليون نسخة من الدستور المعد الحقيقي اللي بدون تحريف، وهيتم توزيعها على جميع الهيئات وعلى جميع وسائل الإعلام حتى نجهد المخطط بتاع مهاجمة الدستور أو تحريفه. أو أكد السيد عمرو موسى رئيس اللجنة 50 لتعديل الدستور أن مشروع الدستور الجديد تضمن الكثير من الحقوق والحريات لم تكن موجودة من قبل، وتمثلت في حرية الاعتقاد والرأي والفكر والتعبير وحرية البحث العلمي والإبداع الفني. ركز أيضا على حقوق الطفل حتى سن 18. وفي كلمته التي ألقاها أمام نموذج مجلس النواب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أوضح موسى أن مشروع الدستور تحدث وبكل صراحة عن حقوق المرأة والعمال والفلاحين وألغى الكوتا وأبقاها في المجالس الشعبية المحلية. إلى مجموعة الحقوق التي احتواها هذا الدستور، وهي مجموعة حقوق غير مسبوقة في أي من الدساتير المصرية السابقة، ومجموعة من الحريات غير المسبوقة والتي نص عليها بوضوح ودقة، فحرية الاعتقاد مطلقة، حرية الفكر والرأي مكفولة، حرية التعبير مكفولة، حرية البحث العلمي مكفولة، حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة. هذا وأكد موسى أن مشروع الدستور هو صيغة متماسكة تتعامل مع احتياجات مصر المستقبل، مضيفا أن آليات تعديل الدستور ممكنة في المشروع عن طريق اتباع الأطر القانونية والبرلمانية. كما جدد موسى نفيه حدوث أي تغيير في مواد الدستور بعد التصويت عليه من جانب لجنة 50، واصفا ما يتعرض له الدستور من حملات تشويه بأنه افتراء 100% حسب تعبيره. أرجو انكم جميعا كناس مثقفين انه الدستور لا يسمع فيه للكلام، يقرا ماده علشان منع التشويش اللي بيحصل والمحاولات التشويه، وده كله يعني الحقيقه يعني ملوش اساس في الدستور. قالوا مثلا ان الدستور حصل فيه تغيير، وهذا غير صحيح، هذا الحقيقة افتراء كامل 100% إن لم يكن أكثر، إذا كان في أكثر من 100%. الدستور في هذه القاعة قرأ مادة، المقدمة تقرأ والخمسين عضو موجودين، وليس أحد موجود قاعد هنا إلا الخمسين فقط. التصويت تم على أساس بالإجماع قبول
اللي قرأه الرئيس وتم التصويت عليه هو اللي يوضع في التسجيل الصوتي والتسجيل بالصورة والمكتوب هنا. لا مفيش كلمة واحدة قرأت وتم التصويت عليها إلا عكست هنا حرفا حرفا وكلمة كلمة. أكدت القوى السياسية على أهمية مشاركة المصريين في الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر له منتصف يناير المقبل.